اللي قدامكم في الصورة ديت واحدة ست عجوزة اسمها روز جريكسون. دي واحدة أمريكية عندها 83 سنة. كانت بتربي مجموعة من القطط ووصلوا عددهم لحد 65 أو 70 قطة تقريبا. المهم كانت هي بتكسب عطف وود الناس كلها بسبب تعاطفها مع القطط ده وتربيتها للقطط، ودي حاجة إنسانية يعني كده. بس في الحقيقة هي كانت بتربي القطط لغرض تاني خالص محدش يقدر يتخيله ولا كان حد يقدر يتوقعه، وهي سرقة مجوهرات جيرانها. ازاي؟ القطط كانت بتطلع من البيت وتبعتهم يسرقوا مجوهرات، ما تفهمش ازاي يعني، انت ما تفهمش الحجمة كانت بتمشي ازاي معاها او الطريقة كانت ازاي، كانت مربية القطط ان هي تسرق المجوهرات ازاي. المهم فضل الوضع على هذا الحال لحد ما القطط سرقت 650 ألف دولار مجوهرات. ولما اتقبض عليها بقى اعترفت اعتراف غريب جدا، قالت كده بالنص ان على القطط من الواجب اطعام انفسها، يعني من الاخر انا مش هشتغل واصرف عليهم، لا بالعكس هم كل قط يقدر ايه يصرف على نفسه. فكانت بتربي القطط تسرق يسرقوا لها المجوهرات وهي تبيع المجوهرات، وتقدر ان هو ايه كل قط من الاخر ايه بياكل نفسه.